الاخوان راه حتى لسه نقول لكم ديما ولي تردوا البال ولي تحضروا راسكم ولي تعرفوا شنو كتشريو. راه ماشي اي واحد كيجي الرحمه يعني راه كيخاف الله ويعني راه كيعرف بينه وبين الله. راه كاين شي ناس الله يهديهم ما كيخافوش. راه هادشي اللي شاف هاد السيد هذا ولي حصل هاد السيد هذا راه ما يمكنش انك تدخل لكم على البال. تخيلوا معايا ان بنادم ولا كيخيط الدياله ديال الحولي وكيدير لها الكوله باش نصبوا على عباد الله. خويا العزيز السلام عليكم. خويا كاين كيفاش حصل شي سيد كنصبوا على البال واحد كتلقى الدياله ناقصه ديالو بحال هكا مثلا تقرب عندي واحد شويه الخويا الله يحفظك كتكون الدياله ناقصه كتكون ما مديزاش كيشدوا هما الدياله حد هنا كيقلبوا على دياله اخرى وكيلاقيوها بالكوله وكيخيطوها من هنا بحال هكا واخا تجبد هاد الدياله بحال هكا ما كتش. ولكن دابا كيفاش واش هادي شفتيها دايرها شي واحد شايفها شفتها بعيني يا صاحبي هادي. ولكن دابا هاد السيد ما داكش ولا خلى شفتها بعيني وتقريبا راه كنتي لها الاكثر حتى ملي سولتي غايقول لك هاد القضيه راه كاينه. ولكن دابا واش بنادم ولا كيخيط الدياله حولي قرطيطه ما داش شد بها اخويا العزيز وتا هو ماله واش هو ماله من العيد ومن هو باغي الفلوس هو ما كيسولش على العيد ولا الضحيه لله واش الفلوس اللي في جيبه هو ما عندوش مشكل. واش الله فضلك شنو اللي خلى عندنا بعض الكسابه ما بقاوش كيخافوا الله ولاو كينصبوا على عباد الله بالطريق. وراه بصراحه الله راه هما تا هما كيقول الدولة كتزيد الدعم ما كاينش زادوا علينا في العلف زادوا علينا. ولكن واش الدعم غالي اخويا والدعم ما كاينش وزادوا علينا في الدعم تبيع الحولي قرطات حرام تبيعوا لعباد الله. وراه هو كيقول لك انايا كنخسر عليه مثلا قد واحد كم خاصني نربح فيه ما خاصنيش نخسر فيه. ولكن بغيت نعرف علاش اللي خلى ان هذا السيد هذا يربح فيه ما خاصوش يخسر فيه. ولكن الباح يربح في الحرام اخويا العزيز. اخويا العزيز هذه القضية ديال الحرام ما تبقاش تقول لي الحلام والحلام والحلال. راه قال لك ان الحلال بين والحرام بين وبينهما امور متشابهة. فمن اتقى الحرام فقد اتقى فقد فارع لنفسه ومن وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى. راه بنادم باين راه الحرام باين والحلال باين. ولكن دابا بنادم وليتي تقول لي هذا غنعطي لك راه حرام يقول لك الدنيا هذه انا ما عنديش مشكله راه اللي بغى نمشي ندي ناكل هنا وندي نفرح ولادي. ولكن دابا انت كتشوف يعني قلت لي ان حولي يعني كيف ما قلت لي خيطوا لي الدياله ديالو خيطوا لي الدياله واش الناس هذوما كيخافوا الله حولي كيخيطوا لي الدياله. نظرنا دابا في السوق واكتشفت شي واحد نوري لك دابا في نظرك هنا اللي مرغي الحمام. انا وريتك انت وقلت لك ها هو محيدر الدينار غتقلبي غتشوفي غيبان لك بحال ما كاين والو بحال ما كتشوفي عادي بحال ما هذا هذا مليح هذا هذا السلعه مليحه باينه السلعه مليحه باينه هذا مليح هذا بلا ما ندوي عليه. وزيد قضيه اخرى ثاني انا ما بقاش نلعب الدياله ما كنتش نقول مولاه راه مولاه حاضر كنتسنى عيدو بالعكس مولاه ما كنحشم نحشم حتى واحد انا كاين كاين مليح باين مليح باين. ولكن بغيت نعرف انا شحال بنادم راه سيمان على وجوهه. ولكن لا سمح لي شنو اللي خلى عندنا هذه الكسابه كان اللي كيبيع لي فال ويلسيس اللي كيبيع القرطيطه هذه راه قر انا غنجاوبك وهو عنده الكسيبه ديالو حاطها ما يمكنش هذاك اللي فيها الحبوبه غيديه هو يديها للكزار غيبيع بواحد الثمن طيح ياك كيستغل الفرصه ديال العيد. اش كيقول؟ كيقول غنهزها غنديها غنبيعها غيجي واحد مسكين ما عارفش غنبيع علينا ما غنعلموش ما نقولش لله هذه رانا وانا اللي كنت غنعلمو كما قال هذاك السيد قال لي دابا الورسيسه. اذا انت اللي علمتي هذاك السيد قلت لي الورسيسه اذا الحولي ما خصوش يبقى هنا. ولكن ملي غتسولو ملي غتسولو غيقول لك انا راه كنقول لك هذا فيه الورسيسه. لا سيدي كان فيه الورسيسه ما تجيبيش هنا. ولكن كاين اللي كيبغيش لي ماشي للعيد كاين اللي غيديروا العرافه واسمح لي كاين اللي غادي يعيشوا ايوه لا لا الرحبه ولا الحولي ديال دابا ما مديون لا القزار ولا العقيقه ولا لاي حاجه مديون للعيد مديون للاضحيه ديال الله سبحانه وتعالى. تتكتفى الاضحيه ديال العيد ومن وراها الا شاطت شي حاجه عاد ممكن. ولكن بيناتنا نهضروا منطقيا نهضروا منطقيا. واش عمرك مشي شي حولي سمين مليح كبير بزاف ديال 40000؟ كيفاش ما فهمتيش؟ كتلقى حولي سمين مليح فيه ويلسيسه ما بيناش بيعوا لك بيعوا لك الكساب ب 40000 كتمشي كتلقى فيه ويلسيسه. هو كيقول انا غنخسر فيه غنخسر فيه الحولي غيضيع غيضيع شي نجيب فيه 20000 ريال ديال في جيبي كيعرفش بانه هو هذاك المواطن اللي غيعطي هذاك الحولي مسكين راه غيضرو. انت غنعطوك مثلا 20000 غديرها في جيبك هو الحولي ساوي 80 كاع مثلا غطيح منه في الثمن باش تبيعي باش تقول على الاقل واخا نرد على راس المال ديالي. تفديها انت في المواطن المسكين اللي ما عندوش درويش جاي باغي يشري حولي ويدي حولي ناقص محشومات. راه انت كساب الا كنتي ولد الناس وكنتي مسلم وفي الانسانيه اش خاصك دير؟ شي من غنجيب البيمه غنبيع نبيعها شي اللي ربحت انا 10000 ريال ياك وتعاملت مع خوتي المسلمين وهذا وكذا وهذا في العيد راه ربي غيخلف لك من بلاصه اخرى. واخا فضلك اخويا شنو هو السبب ديال الغلا هذا كامل اللي ولينا كنشوفوا في السواق؟ صراحه الله السبب ديال الغلا هما حنا. علاش اخويا؟ لان بنادم كيزرب كلشي. دابا حنا مثلا حنا ريحنا ما جاش بنادم يشري من النهار الاول وبرك جاب كاميو وحطوه هنا كيبيع وشري هنا ما جيناش جينا درنا تاتينا الثمن غالي ما غنشاريش اخويا يلا بحالاتك ياك
اقسم بالله العلي العظيم لا يديروا كاميوت ولا يدوروا في الدروبه ويعيطوا ويزيدوا خذوا الحولي بالثمن قد قد. وراه خليني المواطنين اسمح لي المواطنين خوانا بهذا المفهوم هذا. ماشي كلشي. لا ما نعموش. لا غادي غنقدر نقول لك كلشي وغنقول لك انا واحد منهم. انا واحد منهم. اللي غيجي واحد غيجرني غيقول لي لك حولي صافي جماعه عطوي الطرن غنشد حولي وغنعوج. وغنخلي خوتي ياكلوا الحصى. دابا لا لا دابا انت ما شريتيش الحولي مثلا. انا اعوذ بالله ما قلتش انا جبت السيارة. الكسابه ماشي ديالك. بلاش اسمح لي اعوذ بالله ما قلتش انا كندير ثريسيان كهربائي راه كيعرفوني كاملين ياك. ما كاينش كسابه. اسمح لي يا الشريف. عندك كلمه زوينه. عاد الشريف. ما كاينش. باش عرفتي يا الشريف. ما كاينش انا كسابه. واللي كتسولوش يقول لك انا كسابه. واللي كتسولك يقول لك انا كسابه الشريف. اقسم لك بالله الا قليل. والله ما كاينش كسابه انا حقا والله ما كاينش. واش الحولي كيشري 40000 دابا حنا دابا مثلا كيشنقوا كيشنقوا 40000 ريال و 4000 دابا المشكل ملي كتسول كل 40000 خاصك وملي كتسول الشمنه كيقول لك العلف غالي باش العلف غالي هو واخدو جوج دقائق وكيقول لك العلف غالي خليه ما كاينش شي واحد هنا معلف شي حولي كلهم هادو غير الشناقه كيشدوا يدخلوا يزيد 30000 40000 كيخسر جلابه وعصا ما خاسرش عليه درهم ديال العلف كلهم هادو اللي كتشوف ولكن شنو دير بالدرويش اللي غيعيش وسط هاد الغلا كامل الحال درويش الذنوب ديالو عليهم على هاد الناس هادو اللي كيجيب الحولية ياخذو ويزيد فيها 40000 50000 دابا ماشي الحاج انت الحولية كدير 16000 كيقول لك 60000 الشريف انت كمغربي ولد الشعب دابا الشريف انت كولد الشعب شحال جهدك؟ جهدك انا جهدي 2000 درهم باش موال بعيد واش 2000 درهم غنجيب لك حولي في الرحمة ما كايناش كيبيعوا لك دابا بطانة بطانة كيقول لك 3000 درهم بطانة إلا ذبحتيها تعطيك 10 كيلو 60000 4000 ريال الكيلو حي 200 درهم هذا لقيتي حوليتك انت ولا باقي ما لقيتيش حوليه ديالك اخو الحوليه اخو الحوليه سولو ضاره الاخوان لقيتي حوليتك ولا باقي باقي خويا اخويا جيت شي واحد باقي ما لقيتيش مول الحوليه بوير لا ناصبي عليه في الحوليه هذا اذا السيد مول الحوليه غيكون بايع لك الحوليه ومشى في حالته بوير راه ما شريت ياك انتوما الاخوان ناصبين عليه في حوليه الله ياخذ لا حول ولا قوه الا بالله دابا يعيط لك دابا يعيط لك احنا نشوفوا احنا غير عيد الله شاو درنا النمر ديالك فتوقعوا معنا الاخوان يعني كما كتشوفوا يعني هاد الناس هادو ردوا البال الاخوان حضروا ريوسكم حضروا ريوسكم الاخوان حضروا ريوسكم انا جاي عندك انا جاي عندك يعني كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام مباشره مرحبا كنتمنى انكم تردوا البال وتحضروا ريوسكم الى هنا مشاهدي قناه شوف قناه شوف تفاعل شباب بهذا القدر ونلقاكم بعد مش مباشر اخر شكرا.